بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا راح تتضمن نظم الإدارة البيئية، وهي ضمن سلسلة محاضرات الوعي البيئي لطلاب المرحلة الأولى كلية العلوم قسم البيئة. نظم الإدارة البيئية تتكون من عدد من المواصفات بين قوسين ISO تتمحور حول كل واحدة منها مجموعة من البنود والمتطلبات ذات الطابع الفني والإداري. الغاية منها تشجيع وتنمية إدارة بيئية أكثر كفاءة وفاعلية في المنظمات المختلفة باتجاه تطوير البيئة، وتقدم وسائل مفيدة وعملية تمتاز بفاعلية الكلف، أي كلف قليلة وتميز بمرونتها، وتعكس تطبيقات تنظيمية متاحة لجمع معلومات بيئية وتفسيرها ونشرها. الـ International Organization for Standardization اللي هي المنظمة الدولية للتوحيد القياسي الـ ISO، which gives the requirements for environmental management system, retain its global relevance for organizations wishing to operate in environmentally sustainable manner. وتضم متطلبات لنظم الإدارة البيئية، وتذكر المنظمة برغبتها في تشغيل عملياتها بطريقة مستدامة. أما عن فوائد تطبيق نظم الإدارة البيئية، فهناك عدة فوائد تترتب على تطبيق نظم الإدارة البيئية، وتتعدد الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها المؤسسات عند اتباع هذه النظم، ومنها منع التلوث، تطوير الأداء البيئي، التنافس على المزايا، تطوير الالتزامات، تقليل الكلف، قلة الحوادث، الاهتمام بالعمالة وزيادة أداء العاملين، خلق أسواق جديدة ومستهلكين جدد، السمعة بالنسبة للمجتمع وعامة الناس، وزيادة الرؤية الإيجابية العامة، وتنفيذ القانون، وأخيرا تحذير العاملين القضايا البيئية والإحساس بالمسؤوليات. حتى يتم توافر إدارة بيئية ذات كفاءة عالية، فإن ذلك يرتبط باتباع خطوات منظمة وكما يلي: تحتاج إلى تخطيط، وتحتاج إلى تحكم، وتحتاج إلى قياس، وتحتاج إلى تطوير الأداء البيئي. في البداية هناك سيركوليشن، عملية تطوير متكاملة ومتواصلة مع بعض البعض، ثم سلسلة يجب أن لا تنقطع عن بعضها البعض. تبدأ بعملية قياسة البيئة التي تضعها المراجع أو تضعها الدول أو الحكومات، وضمن هذه السياسة تحتاج إلى تخطيط ومن ثم تنفيذ، وهذا التنفيذ بحاجة إلى مراجعة اللي هي فيدباك وعملية تصحيح وعملية وضع خطط جديدة وسياسة جديدة، وتستمر هذه العمليات. في هذا المخطط يوضح عناصر نموذج الإدارة البيئية الناجحة في الدول المتقدمة. هناك عدة إصدارات للآيزو 14000، الأهم منها وضعت في اللون الأحمر، وهي ISO 14001، وتضم نظم الإدارة البيئية والمواصفات مع أدلة الاستخدام، و 14015 اللي تتضمن أدلة التقييم البيئي الموقعي، والISO 14030 اللي بيها تقييم الأداء البيئي، و 14042 اللي هي تضمن الإدارة البيئية وتقييم دورة الحياة وتقييم الأثر البيئي. من المواصفات الأخرى اللي هي نظم الإدارة البيئية اللي هي 14001، ومن ضمن أدلة الاستخدام، هي تعد المواصفة الأبرز في سلسلة 14000، وتضم متطلبات لنظم الإدارة البيئية، تضم عدة صفات. اولا تعد هي المواصفة الابرز في السلسله 14000، تضم المتطلبات نظام الاداره البيئيه المحكم، تكون ملائمه لاي منظمه سواء كانت شركه عامه ام خاصه، منشاه ام مؤسسه، معهد ام وحده تشغيليه داخل منظمه صناعيه. ايضا تهدف الى تنفيذ النظام الاداره البيئيه واستدامته وتحسينه لضمان توافقه مع سياسه البيئه المقرره، ويجري اشعار الاخرين بذلك التوافق، سواء من خلال طرف ثالث محايد أو توضيح شخصي للتطابق مع المواصفة، تلبي حاجات أصحاب المصالح فضلا عن حاجات المجتمع على نحو عام لحماية البيئة. من بنود المواصفة 14001 للعام 2004: 1 السياسة البيئية، 2 التخطيط، 3 التنفيذ والتشغيل، 4 التفحص،
وإجراءات التصحيح، وخامساً مراجعة الإدارة. المواصفة 14001 تعبر عن التزام الشركة الصناعية بأداء دور فاعل في تفحص عملياتها على نحو شامل ودمجها مع الاعتبارات البيئية. ثانياً، البحث عن وسائل لزيادة فاعلية العمليات. 4، إقامة دراسات الكفيلة بالحد من إنتاج النفايات في المراحل المبكرة من مراحل الإنتاج، والبحث عن فرصة لتحويل المنتجات الثانوية غير المطلوبة إلى مواد يمكن إعادة استخدامها، وبما يقدم للزبائن والمساهمين فيها وجهات ذات الاهتمام بالقضايا البيئية ضمانات تعزز الثقة بها وبمنتجاتها. وكذلك تمثل فرصة لنقل التقنية في شركات ومنظمات الدول النامية أو الدول ذات الاقتصاديات المتحولة، وأيضا تعد مصدرا مهما للأدلة الخاصة بتقديم وتبني نظام إدارة بيئية يعتمد على أفضل التطبيقات العالمية، والنتيجة النهائية التي تسعى نحوها وهي تحسين الأداء البيئي اللي هي Environmental Performance Improvement. لماذا الاهتمام بالايزو 14000؟ تحولات ذات الابعاد العالميه التي تطغى على نمط الحياه اليوميه الغالبيه العظمى البشر، والتي افرزت تدهور اقتصادي متزامن مع تدمير بيئي شامل. يؤكد كلود مارتون المدير العام للصندوق العالمي للطبيعه ان ثلث الموارد الطبيعيه، ركزوا على هذا الكلمه، ان ثلث الموارد الطبيعيه قد استنفذت تدريجيا على مدى 25 سنه الماضيه، وقد اضاف ذلك تهديدا بتغيير مناخي كارثي يعود الى تاثير الطرق الصناعيه التي تسبب استهلاكا عاليا في الوقود المستخرج. بعد اكو عندنا وهيمنة العديد من الدول الصناعية التي افرز استغلالها المتزايد للمصادر الطبيعية وعدم التعايش والتوازن الصحيح مع البيئة، والذي سبب تباعا عددا مركبا من المظاهر الكارثية من امثال احترارية الارض والاحتباس الحراري، ضمحلال طبقة الاوزون، فقدان الغابات والتربة الزراعية، وأيضا بعض الدول كان لها الحصة الأكبر من هذا التخريب، إذ تستهلك الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها في خلال الأعوام من 1890 إلى 1990، خلال 100 سنة يعني، مصادر طبيعية تفوق ما استهلكه العالم مجتمعا خلال ذات الفترة. وسكان أمريكا يشكلون 5 إلى 6% من العالم، ويستهلكون 30% من الموارد الأرض، وينتجون 40% من نفايات العالم. الولايات المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا لاستهلاك الطاقة العالمي بواقع 56% حتى عام 2040، مدفوعا بالنمو في العالم النامي. الاستخدام العالمي للطاقة وصل إلى 534 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 820 كوادريليون في عام 2040، والكوادريليون الواحد يعادل 172 مليون برميل من النفط الخام. الدول الغنية ما تزال تستحوذ على 85% من استهلاك العالمي للخشب، 75% من استهلاك العالمي للحديد والصلب، و70% من استهلاك العالمي للطاقة. هذا المخطط يوضح لنا استخدام العالمي للطاقة الموجودة، ونلاحظ مدى تضاعف أو تضخم كميات الطاقة اللي ممكن أن تستهلك مع الوقت لغاية عام 2040، وهذا دلالة على وجود الخطر المستقبلي المحيط بالكرة الأرضية. ويعني ذلك ارتفاع كمية الغازات الملوثة للبيئة بمقدار يتراوح بين 45% إلى 90%، وأيضا ارتفاع درجة حرارة كوكب الكرة الأرضية من 0.3 إلى 0.6
درجة مئوية، وإذا استمرت محروقات الغاز المنبعثة بتأثيراتها الحرارية بمعدل حالي، فإن حرارة الكون يمكن أن تصل إلى حدود 1 إلى 3.5 درجة مئوية في القرن الحالي، والتي ستسبب أنهارا جليدية قطبية عند ذوبانها، ويرتفع منسوب المحيطات مما يسبب فيضانات في عدد من المناطق الساحلية. إن غالبية النشاطات الاقتصادية العالمية ما زالت لا تلتزم إلا بالحد الأدنى من المتطلبات البيئية والالتزامات البيئية بدل الإيفاء بها. كذلك لعل المنطق البسيط يفرض هذا الأمر واقعا، إذ تتعارض التنمية البيئية مع اقتصاد السوق، فعقلية الأخير ذات رؤية قصيرة النظر للطبيعة. علاوة على ذلك، فإنها تفضل الكفاءة في توزيع الموارد بما يسبب ضررا لأربع ميادين أخرى تشمل كفاءة الاقتصاد الجزئي، أي معنى التوظيف الكامل للسكان والتسهيلات، كفاية التوزيع، كفاية التجديد، والكفاءة البيئية. السؤال هنا، ما هي الدول العشر الأكثر حفاظا على البيئة؟ هي الدول العشرة الأكثر نجاحا في مجال تحضير الأرض والحفاظ على نواميسها البيئية، مصانة من عبث الإنسان والمواد الكيميائية الضارة والانبعاثات الحرارية. لقد ابتكرت هذه الدول أساليب ذكية جدا للتصدي لانبعاثات الكربون والكبريت، وبذلك ساهموا في الحفاظ على هواء نظيف. وتشمل هذه الدول سويسرا، أيسلندا، السويد، موريشيوس، فرنسا، النرويج، كوستاريكا، النمسا، كوبا، وكولومبيا. أما 5 دول تضر بالضر البيئة وفقا لدول العالم تأثيرا وضررا على البيئة وفقا لنشاط الفرد في كل دولة ومدى استهلاكه للمصادر، ونذكر ما يلي أكثر 5 العالم، وتشمل قطر، الكويت، الإمارات، الدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية. السؤال، لماذا يتم تجاهل الصين المنافس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية على الطاقة؟ وذلك لأن الصين تعد من أكثر دول العالم محافظة على البيئة، وأيضا الصين تلجأ إلى طرق حديثة في استهلاك الطاقة وتلجأ إلى المصادر الطبيعية في هذا الأمر. هذا الشكل يوضح الفرق بين استغلال أو استهلاك الطاقة بين عام 2000 إلى 2009 مقارنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، واللي أخذنا بها معلومات عامة عن نظام الآيزو، وبالتحديد الآيزو 14000. متمنين لكم التوفيق، وشكرا لحسن الإصغاء.